بن غاطي يطرح مشروع أيقوني في عالم مباني متوسطة التكلفة تحت اسم بن غاطي هيلز. خلينا نتعرف على تفاصيله. يقع مشروع بن غاطي هيلز في منطقة دبي للعلوم بشكل مباشر على شارع أم سقيم وخط المترو اللي رح يتم تشييده مستقبلا بإذن الله، ويبعد المشروع فقط 3 دقائق عن حديقة الزهور وحديقة الفراشات، 9 دقائق عن دبي هيلز مول، و25 دقيقة عن الداونتاون وبرج خليفة. بتكون المبنى من سردابين، أرض بيحتوي على 21 محل تجاري، 3 طوابق مواقف، من ثم 41 طابق سكني، من استوديوهات غرفة وصالة، غرفتين وصالة، وجزء من الوحدات بيتمتع بمسابح خاصة داخل الوحدة. تبتدي الأسعار بالمشروع من 777 ألف درهم إماراتي بجدول دفعات 20% دفعة أولى، 50% أثناء الإنشاء، 30% عند الاستلام، اللي رح يكون بالضبط بعد عامين من الآن، أي في منتصف 2026. بيتمتع مشروع بن غاطي هيلز بشكل خارجي أنيق جدا وعصري وبمرافق رائعة تصل إلى أكثر من 21 مرفق خدمي، ومن أبرزها الشاطئ الاصطناعي، حدائق معلقة، أكثر من 5 مسابح، بالإضافة إلى الصالات الرياضية والجلسات الخارجية وغيرها وغيرها من المرافق المتنوعة. وأكيد لمزيد من المعلومات أو لحجز وحدتكم الخاصة بعناية، تواصلوا معي على الرقم المسجل في أسفل الشاشة.